مدينة الرسا مدينة منكوبة كل ما لك يعني. وأي نحن هلا بنص مدينة الرسا، نص الأحياء السكنية. إن شاء الله إن شاء الله خير، إن شاء الله دمار قصف يعني ما في هون لا في تشكيلات عسكرية، لا في شيء يعني، لا في مسلحين، لا في شيء، ما في غير المدنيين مثل ما لك يعني. دمار هاي الرسا فوت للطريق كذا، دمار كامل، أحياء بدها إزالة كاملة، ما ضل فيها شيء، ما ضل فيها شيء. وهي المقابر عبد مثلا، وهي هاي الرسا كانت قمة بالجمال. 80 باتجاه ابراهيم، 3 من 83 باتجاه ابراهيم. هاي الجوامع مدمرة، هاي البلد كلها مدمرة، هاي حتى الأموات مدمرة، القبور يعني أمكنوا يطالع الأموات مرة ثانية ويطالع عظمهم ويقصفوا بالطيارات. ما ضل في شيء.